طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. لماذا لم يطبق لغاية الآن القرار المرقم 315 بحق أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق لغاية الآن؟ هل يعقل أن الآلاف من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير لا يحصلون على وظائف دائمة في العراق؟ وهل يعقل بأن حملة الشهادات العليا يحاضرون بالمجان منذ سنوات؟ فأين الحكومة من هذه الشريحة المهمة في المجتمع؟ أليست الدول يبنيها ويعمرها حملة الشهادات، فلماذا الموضوع مختلف في العراق؟ أليس برميل النفط قد تخطى سعره 70 دولارا اليوم؟ فهل بقي للحكومة حجة حول ضعف إيرادات النفط المالية التي كانت تتحجج بها في بداية هذه السنة؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم ومع أصحاب عقود 315 في العراق، حيث يطالب أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بتحقيق مطالبهم المتعلقة بشمولهم بالقرار 315 الذي لم يطبق بحقهم على الرغم من تطبيقه في باقي الوزارات والمؤسسات. وقال ممثل المحاضرين والعقود والأجور في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عباس العزاوي إن هذه الشريحة تملك 42 تشكيلا بعدد قوامه 22,000 شخص يعملون بالعقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ لغاية الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء بحقنا كما يقول منذ عام 2019. وأضاف العزاوي أن هذه الشريحة بدون أجور ومخصصات منذ عام 2019 رغم انطلاق موازنة 2021 والتي تضمنت الإقرار بحقوقنا، وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضا احتساب خدمة الخمس سنوات، إلا أن الوزارة لم تطبقها وهذا مخالف للقانون. وأشار إلى أن فسخ عقود 4,000 شخص من قبل الوزارة رغم استمرارهم بالدوام منذ 3 سنوات وهم لغاية الآن بدون حقوق، يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية في يناير كانون الثاني من العام الحالي 2021 أكدت عدم امتلاكها أي صلاحية لإدراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة العامة، فيما أكدت أن إدراجهم دون تخصيص مالي هو حبر على ورق. معنا الدكتور عباس العزاوي المسؤول أو رئيس لجنة المحاضرين والعقود والأجور في وزارة التعليم. مرحبا بك معنا دكتور عباس. يا ريت دكتور عباس تحدثنا عن موضوعكم بالتفصيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله استاذ العزيز، تحيه لك وطيبه والكادر القناه. حياك الله يا هلا بك. استاذ العزيز، انت بالبدايه تكلمت وشرحت كل مظلوميه عقود قرار 315 وكم تشكيل واعدادهم وشنو الاشكالات وشنو القانون. نعم. هسه احنا هذا اللي صار لنا 3 سنوات احنا نناشد به. اكثر من قناه اعلاميه هذا كلامنا، من غير اعتصاماتنا المستمره امام وزاره التعليم العالي، مناشدات وصلناها لامات مجلس الوزراء. احنا اليوم وصلت مرحلة بينا أيام معدودة راح تجي الانتخابات. نعم. احنا اليوم نقول شنو الحل؟ أنا السؤال اليوم لك كإعلامي وكل كل الإعلاميين اللي راح يشاهدون الحلقة. منو صاحب القرار؟ أنا اليوم أريد صاحب القرار اللي ينصف ويصدر قرار وينصف عقود التعليم العالي. احنا من نروح لعضو برلمان يسوي لنا كتاب يناشد لنا الأمانة. الكتاب يوصل للأمانة، الأمانة ترجع تناشد المالية. وزارة المالية ترجع الكتاب تناشد منه وزارة التعليم، يعني احنا عندنا حاليا الحكومة واحد يناشد الثاني. انا اريد اعرف منو صاحب القرار اللي راح ينصف هاي الفئة المظلومة، هل هو من خارج دولة على مود الروح؟ انا اليوم باشر عندي قرار طعن اللي ينتظره نص مليون عقد قرار 315 اللي هو كافة المؤسسات.
نعم. اللي تابعة لوزارات واللي تابعة المحافظات. احنا اليوم باكر نقول هذا القرار الطعن صار ايجابي لصالحنا. عندنا وزارة المالية تقول لك انا ما اصرف لك الا ما تجيني اجراءات على شكل جداول. نعم. وهاي الجداول تضمن رقمك الوظيفي، تضمن شهادتك، مقدار راتبك، خدمتك ايش قد، رقم الايبان. نعم. على هذا الاساس وكتاب رسمي من وزارتك يلا اني انطيك التمويل. زين انا اليوم وزارة التعليم العالي ما مشتغله اجراءاتها، عندها 42 تشكيل فقط، خمس جامعات او ست جامعات مكمله. زين احنا من ضمن الضوابط اللي موجوده لازم يتم تدقيق القوائم من قبل ديوان الرقابه الماليه. زين تروح تقابل ديوان الرقابه الماليه يقول لك انت المفروض هاي الاجراءات وهاي الكتب تجيني بدايه السنه. احنا انت بهذا الشهر جايب لي انا شلحك، لازم انا ما تحول لي الكتاب احوله الى نسختين، نسخه تروح تقاطع معلومات. يعني لازم يندق ويا بقيه المؤسسات والوزارات، شوف عندك انت وظيفه ثانيه او راتب ثاني، كتاب يرجع للرقابه الداخليه اللي بمحافظتك لازم يدققون اضباره، وهاي العمليه تاخر الى 5 إلى 6 أشهر. زين انا اليوم وزاره التعليم العالي خاطبيني مباشره وزاره الماليه، خل ترفع جداول وزاره الماليه، وزاره التعليم قال انا ما ارفع لك الا ما تجيني مصادقه من ديوان الرقابه الماليه. ديوان الرقابه الماليه قال لي 5 شهور ما تكمل. زين انا شهر 12 كل شيء توقف عندي، هاي حقوق العالم وين تروح؟ نعم. الكل يعلم شهر 12 تتوقف كل الحسابات. من اروح احاجج وزاره الماليه تقول لي انت اجراءاتك ما كامله ويا دائرتك، مشكلتك مو يمي. زين انا وين اروح؟ تروح للامانه ما حد يستقبلك، تناشد رئيس الوزراء 3 سنوات. نعم. الناشده واحنا نايمين بالشاره، وصلت مرحله ذبينا على روحنا بنزين وقلنا يا اخوان ترى احنا راح نحرق نفسنا، شوفوا لنا حل. هم حد يباوع لك شخص يطلع من فوق السطح، مواطن عراقي بسيط ناشد بايدن وقال انا راح انسحب ثاني يوم امانه مجلس الوزراء. نعم. والسيد رئيس الوزراء استقبله. زين احنا ذول الشهادات والكفاءات نايمين بالشارع 3 سنوات بدون حقوق امام امانه مجلس الوزراء وامام وزاره التعليم وامام وزاره الماليه، يناشدوك يا رئيس الوزراء انت مسؤول عن الرعيه واحنا ولدك، تعال شوفنا استقبلنا. معقولة 3 سنوات ما يشوفنا؟ يعني تروح على الأمين العام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ما يباوع لك، تروح أستاذ عباس إذا تسمح لي للأمانة أستاذ عباس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نعم. ما التقى بكم ولا مرة؟ ما أصلاً ما نقدر ندخل للأمانة، الأبواب كلها مغلقة. نعم. أمام شريحة العقول تروح عن طريق نائب، والنائب هو ممثل عن الشعب. يا سياده النائب احنا عندنا كذا مظلوميه وانت مو صاحب قرار، اللي نتمناه منك دخلنا للامانه او سوي لنا موعد مع الامين العام او مع رئيس الوزراء. نعم. يقول فيك خير وتدلل اسبوع 10 ايام، اخر شيء خاب يقول والله ما اقدر اوصل. عضو برلمان ما يقدر اوصل رئيس الحكومه؟ عضو برلمان ما يقدر اوصل امين عام مجلس الوزراء؟ زين عضو البرلمان شنو دوره لعب؟ انت عضو برلمان، انت ممثل عن شعب. هاي رسالة خلت تكون لجميع الأعضاء البرلمانيين اللي عندنا موجودين حاليا. أنت صار لك 3 سنوات، أنت جاي تشوف أبنائك بدون حقوق، هالصعوب أنت كممثل عن الشعب ولازم تدخل البرلمان تداعي بحقوق العراقيين، أنت احكي لي على محافظتك، أنت مين؟ أنت مو صعدت عن طريق محافظة وعن طريق أبناء محافظة صعدوك وصرت عضو برلمان، أنت بمحافظتك كل جامعة أكو جامعة بيها فيها لا يقارب عن 1000 إلى 1500 عقد، جين دولة من الجامعة ما ناصفته وما كامله اجراءات. زين انت استاذ عباس الجامعه التقيت مع رئيس جامعه قلت ذولا شنو 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 ظروفهم؟ زين انا عندي من تدخل الجامعه من البوابه يعني الامنيه. نعم. اللي بالبوابه عقود تدخل جوا الاستعلامات عقود تدخل على القسم الموارد البشريه، قسم الحسابات، قسم القانونيه الصادر والوارد، ذولا كلهم عقود. تصعد المكتب المساعد ولا مكتب رئيس جامعه ولا مكتب عميد الكليه كلهم عقود قرار 315، ترجع للتدريسين اللي يدرسون الطلاب ذولا محاضرين ذولا. نعم. عقود قرار 315 ذولا كلهم بالجامعه. زين انت رئيس جامعه ما تباوع ما تكمل اجراءات ويجي كتاب من الوزاره ما تنفذه، زين تروح تعبر الجامعه تروح للوزاره يا وكيل يا وزير تعال هاي الجامعه ما تكمل اجراءاتنا، والله مو مشكلتي احنا مجرد جهه رقابيه. تمام. زين استاذ عباس بالتحديد وزاره التعليم العالي هل ترد عليكم بانه انا ما عندي صلاحيه ما عندي تخصيصات؟ لو شنو ردها؟
والله الصراحة وزارة التعليم العالي احنا عندنا وزير تعليم. نعم. بس للأسف من 2019 لحد الآن من استلم المنصب لحد الآن احنا ما شايف. ولا طلع في يوم تكلم على عقود قرارات لجنه، ولا يعرف انه اكو بالجامعات اكو هاي فئه كانوا اجور ومحاضرين وتحولوا على قرار، ما يعرف، تروح للوزاره اصلا ما تواجد بالوزاره ثلاث سنوات، اللي متصدر للقرار المدير المالي والاداري دكتور اسعد غني. نعم. القرارات كلها بيده، لكن للاسف تلعب القرارات. سوى في القضيه كلها. عندنا فئه مظلومه عقود ما بعد 12 لغايه 30/12 4000 واحد انفسخ عقده. اريد ارجع على هذا الرقم استاذ للقانون. استاذ عباس، انت اشرت بالتصريح اكو 22000 شخص يعملون بالعقود بوزاره التعليم، ذول ال 22000 كلهم حمل الشهادات عليا؟ عندنا 22000. نعم. ابتداء من يقرا ويكتب صعودا الى منو؟ الى الدكتوراه. تقريبا عدد حملة الشهادات العليا تقريبا، اذا عندك احصائيه ايش قد تقريبا حملة الشهادات العليا؟ يقارب بهم اقل شيء يقارب بهم 8000 9000 واحد. 8000 تقريبا، 8000 9000 دول حمل. يعني هسه حتى عندنا اللي هم اجوا هو موظف. نعم. ويشتغل ويعمل بنفس الوقت يدرس ويكمل دراسات ويكمل ماجستير واللي كمل دكتوراه، يعني هو عقد بالجامعة يداوم حالة ملاك الدائم، عليه واجبات لكن للأسف بدون حقوق، يستلم راتب يجتهد ويدرس ويكمل دراسة، راتب ماكو. احنا سابقا قبل لا نصير عقد وزارة الراتب. نعم. هو 150000 دينار. 150000 على. نعم. أمل يجي يوم انه يتثبت. تمام. صدر قرار 315 اكو بي ضوابط، اكو بي سلم رواتب. نعم. اقل راتب اللي وصل 350 ولا نمشي على حسب سلم 315 يصعد ل 500 الى 600، لكن للاسف من 2019 ولحد الان ما شفنا درهم. مو زين. نعم. قضيه ثانيه، احنا نمشي على قانون. زين استاذ عباس، ولا اقاطعك استاذ عباس، اللي عنده خمس سنوات. نعم. نعم استاذ عباس، هذه التخصصات اذا نقول الرقم 8000 حمل الشهادات عليا، هل من كافر التخصصات؟ هل بيهم تخصصات علمية؟ نعم، كل التخصصات. كل التخصصات. كل التخصصات العلمية. نعم. إدارية، كل شيء موجود عندنا. احنا بالتعليم العالي كل الاختصاصات موجود. زين؟ نعم. بس المشكلة مو يباوع لهم، مو يشوفهم. زين، انا هذا الحكي صار ثلاث سنوات احكي به. انا اليوم اريد حد. انا ايام معدودة على الانتخابات. اي زين، تدري انت يعني نزلت اسعار. المشكله وين الحل؟ نعم. وين استاذ عباس، نزلت اسعار النفط. حل وين؟ نعم. ودائما نسمع تصريح الحكومه، نسمع تصريح المسؤولين بانه سبب يعني ماكو تعيينات بالعراق او ماكو تثبيت بسبب انه هناك ازمه اقتصاديه، ازمه ماليه. اليوم سعر برميل النفط تجاوز $70، يعني تقريبا رجع الى سعره الطبيعي. شنو المانع من يكون هناك ملحق لموازنة 2021 وتنحل قضيتكم؟ احنا اكو هواي حلول استاذ العزيز، فصعوب قضية النفط او في الايرادات اللي موجودة عندهم، كل ما نريد درجات الحذف والاستحداث وين تروح؟ كل سنة عندنا كم موظف على الملاك الدائم ينحل التقاعد؟ كم درجات عندنا؟ هسه احنا بالتعليم العالي من 2016 متوقفه عندنا. زين، من 2016 ولحد الان كم درجه عندنا شاغره لحد الان؟ توصل حتى لل 20000، بس هال 20000 شلون راح اطلعها؟ تروح لوزاره تقول لك انا ما عندي الاحصائيه، شلون راح تجيبها؟ درجات عندنا موجوده. حذف الاستعداد وين عندنا؟ مو درجات، مو بها قانون حذف الاستعداد. 55% لازم تروح لنا للعقود وحسب الاقدميه. زين، احنا درجات اللي تجي تفصل من الوزارة تروح للجامعات، كل جامعة جيل عندها نسبة، لازم أطلع نسبة الحمل الشهادات العليا، نسبة ذوي الشهداء. نعم. نسبة ذوي الإعاقة، ذول النسبة شنو يقدر يجيبه من خارج الجامعة. نعم. أما النسبة الأكبر اللي هي 55% تروح للعقود وحسب الأقدمية. نعم. يعني إحنا من 2003 ولحد الآن ما شفنا سنة أجلت الدرجات ومشوا على القانون. نعم. يثبتون واحد أو اثنين من العقود والباقي كله يجي من خارج الجامعة. زين، هذا شنو ذنب العقد؟ شنو ذنب؟ ان شاء الله يا رب صوتكم يوصل وربي يوفقكم، وانا راح اخذ كذلك. انا اشكرك استاذ عباس العزاوي ممثل المحاضرين والعقود
والأجور في وزارة التعليم العالي. معنا أستاذ منتظر من بغداد. أستاذ منتظر، إذا تحكي لنا على القرار 315 تحكي لنا عليه، تشرح لنا عليه حتى المشاهد اللي ما يعرف يعرف شنو هذا القرار ومن اللي صادق عليه وأصدر هذا القرار. تفضل أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيز. ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. منتظر خزان بجامعة وقفتك نريق عنه. حياك الله. أدنى إحنا بوزارة التعليم العالي بعد إصدار قانون 315 في سنة 2019. نعم. طبعاً مثل ما أخبر السادة إنه تم التحويل إدارياً. وزارة التعليم العالي بالبداية عطلت، قالت أنتم ما مشمولين لأن أجور يومية لتمويل ذاتي ومن هذه القرارات المبهمة. فظاهرنا وبقينا هناك باب الوزارة. أخير شيء قالوا إحنا رافعين حساب الأمانة العامة، بيقدرون تروحون تراجعون عليه بالأمانة. نعم. رحنا راجعنا طبعاً بالأمانة، طبعاً بالصعوبة يلا حصلنا إجابة مو إجابة. رقم عدد تاريخ رجعنا للوزارة لقينا إحنا مشمولين. يعني من البداية هي وزارة التعليم العالي ما تريد تشلي. من البداية إحنا ولا نقول قدمنا الجامعات من أقل واحد جينا عنده 6 سنوات. نعم. وأكثر واحد جينا توصل حتى خدمته 13 سنة اللي هي كنا. نعم. أجور وأجور بخيصة جدا. عذرا على هذا النقل يعني. ما توصل للمستوى المطلوب. نعم. جاوبنا وقلنا ما يخالف ونخدم وهذا على ان انه راح يجينا تثبيت، على ان راح يتحول الى قرار 315. نعم. بعد هذا الامر بقينا احنا لمده سنتين ونص ثلاثه نراجع نريد نتظاهر نطالب بحقنا، هذا احنا شلونا ماليا حالنا حال بقيه الوزارات. وزاره الكهرباء وزاره التربيه، احنا عددنا يعني بالنسبه لباقي الوزارات عدد مو قوي يعني 22000 واحد مثل ما تفضل استاذ العباس. نعم. تحولنا اداريا طبعا 3 فقرات او 4 مهمه في قانون 315 ما طبقونا يعني لها منهم. نعم. خدمه 5 سنوات عندنا فقره بالعقد ما قانون 315 يقول كل من لديه خدمه اجر يومي لمده اكثر من 5 سنوات يثبت بالموازنه العقدي. قانون 315 يقول تحتكر لغرض العلاوه والترفيع والتثبيت حسب قانون 603 اللي هو العقد الوزاري. نعم. وزاره التعليم العالي ما تربطش لنا بهذه الخدمه هالنيوم. يعني فوق ما احنا راتب ما عندنا، فوق ما خلصنا ما. نعم. هذا مثل ما تفضل الاستاذ 2/10 ما شلوهم، على الرغم انه باقي الوزارات شلتهم. ليش احنا وزاره التعليم العالي جاي؟ نعم. معهم الاستاذ الجامعه ولا الموظف يوصل لمرحله انه ينافس افضل احد صحفيين انه ينافس السياسيين بالرواتب وينافس العلماء بالرواتب. ليش احنا رواتبنا 150 وعندنا بعض الكليات ما عندهم حتى راتب؟ وهسه راح نحط نتائج عندنا كليات ما عندهم رواتب. نعم. راح يقول لهم تريد داوم داوم، تريد تقعد تقعد تقعد. وجهات اجباريه فوق هذا يفرض عليهم. وكتبت تعهد انه ما يطالب بعد الوزاره براتب. زين بال 2019 وزارة التعليم العالي قالت أعداد حملة الشهادات العليا يعني كبير جدا وإحنا ما نقدر نستوعب كل هذا العدد. طيب يعني خلينا نكون منصفين، إنه العدد الكبير جد 22000 واحد، هذول 22 من العدد مو العالم، هم نفسيتهم اللي عينوا على باب الاختناقات الوظيفية. نعم. مو كانت الاختناقات محتاجة إلى موظفين، واحنا جينا وخدمنا مثل ما تفضل استاذ عباس من عامل خدمه الى حالة شهاده. الاداري والمحاضر واللي يدرس وجماعه المختبرات. نعم. هذول كلهم مو هم يتعينون استاذ، يعني مو من كيفهم، غير الوزاره هي اللي عينتهم. و22000 مو ذاك العدد مقارنه بباقي الوزارات. زين انت استاذ منتظر، استاذ منتظر انت جنابك ايش تحمل، ماستر لو دكتوراه؟ شنو التخصص؟ انا بكالوريوس قانون. بكالوريوس قانون. زين شو يضر الحكومه اذا قالت انه ذولا جماعه عقود 315 مثبتين من العام 22؟ هل راح يضر الدوله؟ يضر الحكومه؟ يضر يعني ميزانيه البلد؟ تستوعب هذه الكفاءات؟ يعني احنا ما خدمنا البلد، احنا مو وجد البلد، يعني ليش الدوله؟ يعني احنا هاي السنوات اللي خدمنا فيها وبرواتب
خليله كلش على الاقل يعوضوني انه يسددني. انت جنابك ايش قال عنده خدمه؟ كم سنه عنده خدمه؟ انا هسه 8 سنوات عندي. 8 سنوات؟ 8 سنوات الوزاره ما تقدر تحسبها. نعم. احتسبتها سنتين من قانون 2019 من قرار 315. نعم. يعني هاي السنوات البقيه كلها راحت علي. ايش قد كنت تاخذ؟ 150,000 دينار. يعني 150,000 شو يسوون؟ نعم. لا تكفي نكر ولا تكفي غير يعني اثنات الزوجين. نعم. حبيب ما يقدر يجيب لي. رسالتك استاذ منتظر. رساله توجهها عبر الشاشه الرافدين. نطلب من الحكومه العراقيه ومن استاذ منتظر انه النظر في 22,000 عقود التعليم العالي. نعم. انظلموا. خاطبنا استاذ عباس الرجل صار له 3 سنوات. نعم. خاطب. ماكو جهه ما طرقنا بابها، نريد انه حقوق لهاي الناس. في ناس ماتوا. نعم. والله ماتوا. لا انت قاعد نفسك، لا لهم شيء. وعنده خدمه اكثر من 10 سنوات، احد الاشخاص عندنا بالاقسام الداخليه عنده اكثر من 10 سنوات. ماتوا براسهم وعيالهم ما حد. اريد انصاف هذه الشريحه. أعانكم الله ووفقكم. أستاذ منتظر كان معنا من بغداد. معنا دكتورة سماح من بغداد. تفضلي دكتورة سماح احكي لنا على موضوعكم. نعم دكتورة. أهلا وسهلا بيك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. العفو دكتورة اختصاصك يا ريت اختصاصك وش قد الخدمة عندك؟ نعم أنا دكتورة لغة عربية. الخدمة مالتي صار 4 سنوات. 4 سنوات جامعة كمحاضرة. نعم. طبعا بدأنا أنا أحب أقدم الشكر والامتنان للبرنامج واللي حضرتك اللي يعني سلطت الضوء علينا اللي إحنا الجهة المهمشة إطلاقا، يعني ما يقارب صار 9 أشهر إحنا دا نطالب ودا نتظاهر بالوزارة أمام وزارة التعليم العالي أمام وزارة المالية، لكن لا حياة أو لا حياة لمنتنات. لا يوجد احد يسمع صوتنا ولا احد ينفذ مطالبنا. احنا نعمل بالجامعات العراقيه كمحاضرين وايضا كموظفين اداريين، بعضنا يعمل ما يقارب ال 15 عام او 12 عام بدون اي اجر، او كانت بالسابق يستلم اجر زهيد جدا، ومع العلم انه الوقت اللي يقدمه خدمه للجامعات هو من 8 صباحا وحتى 5 مساء، يعني يداوم على الشفتين الصباحي والمسائي، يستلم 150,000 دينار بالشهر الواحد. نعم. هذا اللي سابقا كنا اجور، والمحاضرين يستلم على المحاضره 5000 دينار وهو اصلا يعني ما تقابل شهادته اللي هي يعني دكتوراه. نعم. بعد الواحد ايش ياخذ اعلى من شهاده الدكتوراه بالعراق حتى على مود يكون محترم والى مكانه. روحوا شوفوا دول العالم الدكتور محترم الى ابعد الحدود، هنا بالعراق الدكتور لا شيء. يستلم 5000 دينار، ما صايره هاي بيا قانون بيا بلاد. ليش احنا مهمشين؟ جميع عقود التعليم العالي، أسلط الضوء على كلمة التعليم العالي وليس. نعم. باقي العقود. نعم. مهمشين وأي حقوقهم لم نأخذ حقنا كباقي الوزارات. ليش هسه وزارة التربية أخذت حقهم، وزارة الكهرباء أخذت حقهم، الحشد الشعبي أخذ حقه، ليش إحنا التعليم العالي اللي هو أرقى شيء بالمجتمع ما نأخذ حقنا؟ شنو التهميش هذا؟ ليش التسويق هذا العنيمي؟ هذا اللي بنسأله. احنا نطالب من منبركم، اطالب الحكومه العراقيه جميعا بالنظر الى موضوع عقود التعليم العالي وتوفير تخصيصهم المالي. هان على العلم نحن تخصيصنا المالي متوفر موجود حاليا بوزاره الماليه، لكن التهميش هو حقلا من وزاره التعليم. وزاره التعليم ما جايه تنقل او ما جايه تكمل اي اجراء من اجراءاتنا، جاي تكمل يعني تساعدني توصل كتبنا الوزارة المالية. دائما اكو تسويف بالموضوع، اكو مماطله بالموضوع، اكو تغيير بالكتب، اكو يعني تمديد بالوقت، واللي ما بقى شيء على تغيير الحكومه الان 20 يوم او اقل او اكثر تاتي حكومه جديده. نعم. موازنه 2022 ماكو موازنه حسب اقرار البرلمان الغير، انه ماكو موازنه، يعني احنا وين نروح؟ وين حقنا؟
نعم يلا احكي وياي وين حقني؟ حقنا وين؟ هاي خدمه ال 12 سنه وين؟ بعضنا توفى، بعض الاجور والمحاضرين توفوا بدون اي ان يناقشوا اي استحقاق مالي، الان حقوقهم راحت وهم ميتين الان. نعم. وين ذولا مثل ما يقولون هن بياحظ بياضخك، وين تروح حقوقنا هاي؟ زين دكتوره سماح اللي يعني اللي توفوا هذا هذا الدكتور اللي يدخل الى المحاضره في جامعه حكوميه ودي يحصل له 5000 دينار، زين هو كوزاره التعليم عالي غير هي تعرف بانه هذا اللي مخلص دكتوراه دي حاضر في هذه القاعه دي حاضر 30 40 طالب، يعني هل يعقل بانه فاتح جامعه وجايب دكاتره يدرسون بلاش بالمجان؟ وين صايرة هاي؟ يعرفون كل الزين أستاذ، يعرفون كل الزين، ولدينا أيضا مبالغ الطلبة المسائي ومبالغ طلبة الموازي. نعم. وين المبالغ هاي اللي تروح؟ وين؟ يعني هاي المبالغ كلها موجودة، ما يقدرون يخففون رواتب من عندها؟ يعني احنا جايين ندرس مجاني، بس على الأقل خلي يحترمون الشهادة اللي شايليها احنا، على الأقل يعني شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلها ثقلها. نعم. قبل في السابق كانت الدكتوراه إلها مكانتها وهيبتها، هسه طلبتنا دكتور أستاذ، أنا أدرس يعني ما أحب أحد الاسم الكلية، لكن طلابي ما بقى لهم سنة وحدة راح يتعينون مباشر، تعيينهم مباشر، يعني أنا أدرس أستاذتهم بدون تعيين، وهم طلابي تعيينهم مباشر. يعني هذا قامة كبرى هاي بحد ذاته. أي والله. هاي مشكلة أصلاً بالعراق، مشكلة، هاي مشكلة يجب تسليط الضوء عليها طبعاً عالمياً. زين دكتورة سماح. بدون راتب والطالب ينتظر ويتعين. نعم، ما حد من عندكم يعني قابل وزير التعليم؟ طبعاً مقابلة وزير التعليم هاي يعني يرادلها شلون نقول ضحك. ليش؟ لان ممنوع علينا مقابله اي سياسي او اي شخص او اي وزير. ليش؟ واقفين يجيبون الجيش، والجيش اكثر من عددنا طبعا، يوقفوا لنا طابور، اي واحد يتحرك ينضرب، ما بها مجال. البنات ما لهن هيبه هناك، البنات اهاليتنا اغلبهم ما يطلعون مظاهرات، ليش؟ يخافون من الضرب، يجي الشرطه يضربها، ما عندنا مانع. نعم. زين اللي صار ما اعرف، هو تسالني تقول لي ليش؟ هل لان احنا مثقفين واكاديميين ما نستعمل القوه وياهم مثلا نضرب بالحجر كباقي الغير؟ يعني غيرنا مثلا نضرب بالحجر، احنا ناس مثقفين ما نتحمل اصلا، نخجل نوقف ونطالب بحقنا. نعم. نستحي من طلابنا يشوفونا يقولون هذا الاستاذ مالتي واقف يطالب براتبه، يعني نستحي صراحه، نخجل يعني. نعم. نوقف بالباب، احنا اكاديميين، احنا مثقفي المجتمع، شلون نوقف نسوي شيء يعني خطا؟ لذلك ما حد يسمع صوتنا، لا وزير ولا اي شيء. دائما استاذ عباس العزاوي ممثلنا على طول يتابع بغداد، ما حد يسمع صوته، وتعرض ايضا للتهديد وللطرد ومنصب ذكي من الجامعه، تعرض الى كل شيء، ما حد يسمع صوتنا استاذ. احنا من منبركم نطالبكم انه توصلون صوتنا من الجهه المعنيه، توصل صوتنا انه نقذولنا تنطولنا حقوقنا. لازم صار 9 أشهر كل العالم، كل العقود، كل الوزارات أنصفت 315، إلا التعليم العالي لم تنصف 315. السؤال هو هنا لما؟ لما لم تنصف؟ يعني تصريح اللجنة، تصريح اللجنة المالية البرلمانية تقول لك يعني إدراج عقود 315 والمحاضرين بقانون الموازنة. نعم. دون تخصيص مالي، يعني ما خصصين مالي إلا بالوزارة. نعم. يوجد لا يوجد في العقود، احنا عقود التعليم العالي عندنا تخصيص مالي بوزاره التعليم الماليه، لكن التسويف والمماطله من وزارتنا ماكو. زين شو نفسر؟ شو نفسر هذا التفسير؟ مثل ما تفضلت حضرتك دكتوره، شو نفسر هذا التفسير والمماطله؟ اذا شريحه اللي عنده دكتوراه ما ويدرس بالجامعه ببلاش، شو نفسر؟ غير البلد يبني الدكتور والطبيب والمهندس. عاجز لساني عن التفسير، عاجز لساني عن التفسير. احنا عندنا اختصاصات استاذ علميه اللي هي استقلها، عندنا هندسه،
وعندنا يعني تخصصات علمية، كلية العلوم، نعم، فيزياء، كيمياء، عندنا إنسانية، عندنا علم النفس، عندنا لغة عربية، عندنا كل الاختصاصات. أكو بهم يعني عندهم علمية قوية، وأغلبنا حامل شهادة عليا، أغلبنا يعني ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس. يعني نعم، ما أعرف في السابق كان البكالوريوس اللي عنده شهادة بكالوريوس هذا يعني فتشي، حتى اللي عنده شهادة دكتوراه ما محترم. مع يعني الأسف. يعني وين يردون يوصلون بالشعب؟ وين يردون يوصلون بالمجتمع؟ العراق إلى أين؟ إلى أين العراق؟ بس نعم، أسأل هذا السؤال، إلى أين تريدون أن تذهبوا بالعراق؟ التعليم العالي هو قمة العراق، قمة العراق. إذا تدمرون التعليم كل الوزارات تدمر. مثقفي العراق هم التعليم العالي. إذا توصلون بهيك مرحلة وين تردون العراق؟ وين تردون دينا؟ وين يعني؟ أنا هذا السؤال بس إلى كل العالم خلي يسمعني، وين تردون بالعراق؟ إذا أنتم تدمرون التعليم العالي اللي هو الدكتور أعلى قمة بالثقافة، بعد إيش ياخذ من الشهادة حتى على مود بسبوق؟ إيش تردون من الشهادة ناخذها؟ ناخذها ما عندنا مانع، كلنا أوائل، كلنا واصلين، إيش تردون ناخذ؟ بس انصفونا، اريد حقنا وين؟ يعني ليش احنا ما ناخذ حقنا؟ ليش التعليم العالي مهمش؟ رسالتي خلي اوصل للعالم كله، انصفوا التعليم العالي. التعليم العالي الان الى الهاويه. نعم، اذا سقط التعليم انتهى المجتمع، انتهى. روحوا نظروا لشوفوا دول العالم، شوفوا دوله مصر، شوفوا الدول العربيه، شوفوا هنا الامارات، شوفوا الدول وين وصلت، شوفوا العالم وين وصلت. الامارات يجي رئيسهم يكرم حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير بأجمل صورة، بأجمل تكريم، بأجمل هيبة، وهنا بالعراق حامل الدكتوراه يستلم 5000 دينار على المحاضرة. إذا ما ينضرب، إذا طلع يطالب بحقه دكتورة سماء، إذا ما ينضرب ينضرب حشاش ينهان يعني. نعم، هم مو يتحدثون عن الغيرة، أصل النقطة، مو يتحدثون عن الغيرة العراقية. بأي بلد تضرب المرأة؟ بأي بلد قلوا لي احكوا وياي، بأي بلد المرأة تضرب؟ نعم، هي بنية مثقفة تنضرب على مود حقها؟ شلون تنضرب البنية؟ المرأة ما تنضرب. هنا نحن عندنا بالعراق يعني غيرة، بنمنع عندها غيرة، ما تنضرب المرأة. هنا هسه السياسيين احتقروا المرأة إلى أبعد الحدود، دمروا المجتمع. يجي شاب ينضرب، يفلشون راسه، تفلش بهاي ما اعرف شنو شايليها بايديهم، يفلشون راس الشاب تفلش. ليش؟ شيل تسلون من يمه، ايش سوالكم؟ فقط لان يطالب بحقه اللي يبلش من 8 الصبح لحد 5 العصر هو يشتغل. نعم، بس لان يطالب بحقه تضربه؟ يعني ما قتل، ما فجر، ما استرق، ما ضرب. نعم دكتورة سماء، احنا طبعا هو مثقف. نعم، احنا وياكم ان شاء الله، ودائما راح نسلط الضوء على موضوعكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم، وإن شاء الله تتحقق يعني مطالبكم الحقة. شكرا دكتورة السماح، كانت معنا من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول عقود 315 في وزارة التعليم العالي. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. في تصريح سابق لعضو اللجنة جمال كوجر، قال فيه بأن كل الطلبات التي قدمت إلى اللجنة المالية النيابية بشأن إدراج عقود القرار 315 الصادر من مجلس الوزراء والمحاضرين في وزارة التربية وتثبيت عقود
مفوضية الانتخابات سترفع على الحكومة للحصول على تخصيص مالي لها. أضاف بأن اللجنة المالية ليس لديها أي صلاحية لإدراج طلبات النواب فيها جنبة مالية بقانون الموازنة العامة للعام 2021، وبين بأن إدراجها سيسبب زيادة العجز المالي بالموازنة. لفت كوجر إلى أن إدراج عقود 315 والمحاضرين بقانون الموازنة دون تخصيص مالي يعد حبرا على ورق. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته 35 المنعقدة في 8 أيلول من عام 2019 اعتماد آليات معالجة العاملين بصفة عقود وأجراء يوميين في المؤسسات الحكومية والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك. ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019 باستكمال إجراء تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وأن لا تتجاوز مدة عمل الأجير 3 أشهر غير قابلة للتجديد، ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين كحد أدنى، والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الأمية. وهذا من 2019 ولغاية الآن، مثل ما سمعنا الدكاترة والأساتذة لم ينفذ هذا القرار 315 خاصة فيما يخص عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. معنا اتصال دكتورة نور من بغداد. دكتورة نور تفضلي وتحدثي حول قرار 315 في وزارة التعليم العالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية طبعا أحب أشكر حضرتك وأشكر القناة لاهتمامكم بموضوعنا، لأن تقريبا إحنا عقود التعليم العالي مهمشين أو مظلومين إعلاميا. بالنسبة لعقود 315 طبعا زملائي شرحوا معاناتنا بشكل كامل. أنا أحب بصراحة أوجه فد كلامي للوزارة، لأن مظلوميتنا إحنا معروفة، إحنا عددنا 22,000 من جميع الاختصاصات الشهادات. زين، صارنا 3 سنوات ما بين مظاهرات ما بين اعتصامات ما بين غلق أبواب للجامعات، كل هذا بلا فائدة. ووصلنا لمرحلة إنه إحنا فقدنا الأمل إنه نتحول عقد صراحة. كلامي موجه للوزارة. الوزارة إحنا من 2019 إجا قرار 315 كوزارة تعليم أسوتها بباقي الوزارات من 2019 إلى حد الآن. شنو اللي قدمته من إجراءات؟ ولا شيء نهائيا. حاليا طبعا كل من 2019 لحد الآن مجرد أعذار نسمع من الوزارة، انتظروا الموازنة، انتظروا التخصيص، يجي التخصيص، انتظروا كذا. آخر عذر اللي هو تكمل الإجراءات يلا يجي تخصيصكم. زين، الوزارة نتكلم بهالكلام المفروض تكون مسؤولة عنه، إنه كملوا الإجراءات اللي هي إجراءات الرقابة المالية. هل عثلت هي كتب حاليا تأكيد إلى الجامعات طالب بالرقابة المالية باستمارات الرقابة المالية؟ هذا الشيء ما موجود، والدليل إنه العقود جاي يرحون للموارد البشريه جامعاتهم، هي الموارد او مدير الموارد او جامعاتهم جاي يطالبهم بالاستماره، يقول لهم انتم جيبوا الاستماره او انتم جيبوا كتاب الرقابه يلا نشتغل. يعني الجامعات بس تكلف نفسها تدز استفسار للوزاره، ولا الوزاره تكلف نفسها تدز تاكيد للجامعات. وبالتالي حاليا 6 جامعات مشتغله الرقابه الماليه، باقي الجامعات ما مشتغله او اصلا ما واصلها كتاب، أو ناس اللي عندها عقود المفروض يتحولون. زين، كلام من الوزارة، يعني إلى متى هذا الشيء؟ زين الوزارة يعني ما تشوف وزارة الكهرباء، شوف وزارة التربية اللي كملوا كل الإجراءات وإجا التخصيص، خاصة وزارة الكهرباء لأن هي أيضا قرار 315 تربية، خلينا نقول تحولوا إلى قرار 59. زين الكهرباء اللي تقريبا كلها وحتى راح يشملون ال5 سنوات. إحنا ال5 سنوات انتهى موضوعنا، من يشمل بيه؟ أوكي، زين كعقود اللي نتحول أفضل شيء، هذا حقنا. دكتورة ايش قد عندك خدمة؟ 6 سنوات. 6؟ اي نعم. الاختصاص؟ الاختصاص علم النفس. علم نفس. دكتورة يعني آلاف من حملة الشهادات العليا واللي بيهم أنتم تحاضرون بالمجان أو بأجور جدا قليلة، يعني
يعني ما تسوى التعب. زين إذا وزارة التعليم العالي صار لها سنوات عندها هذه المشكلة، زين عمي خلونا نسد بعد ماكو دراسات عليا لا بالداخل ولا بالخارج، خل نوضع خطة نحل مشكلتنا ويا آلاف من حملة الشهادات العليا وبعدين نرتب أمورنا ويا الدراسات العليا. شو ما شاء الله المسؤولين دا يطلعون برا النواب ودا يأخذون شهادات عليا ودا يرجعون وتحسب على وظيفتهم. ليش صحيح. ليش الأكاديمي الفعلي اللي تعب ودرس مهمش أمره؟ يعني مو التخطيط يعني كأنه ماكو تخطيط بالعراق. اي طبعا ما في تخطيط نهائيا، ما في اي تخطيط. اي كوزاره تعليم عالي حسب اللي نشوفه بالجامعات نهائيا ما في اي تخطيط. يعني احنا حاليا كمحاضرين كثير من المحاضرين جميع الجامعات نصابهم مزدود لهم، ما لهم نصاب اصلا، ياخذ ساعه ساعتين خلص اجور على ساعه ساعتين وتيجي اشهر اصلا بلا اجور نهائيا. مع الاسف. يعني هذه المشكله شنو حلها؟ احنا عندنا وزاره بلا تخطيط صراحه. نعم. ووزاره اصلا ما مهتمه لامرنا، تعتبرنا مهمشين. شنو يعني لان ما يعني لان ماكو مثلا حزب بظهركم يسندكم؟ لو شنو القضيه؟ يعني على قول الدكتوره سماح قالت بعد واحد يعني شو ياخذ؟ دكتوره وصل بعد شال الدكتوره شو ياخذ بعد؟ صحيح. للعلم يعني اضافه الى كلام دكتوره سماح، نعم. احنا مو بس عندنا شهادات، يعني عندنا شهادات عندهم براءه اختراع اكثر من الدكاتره الموجودين بالجامعه. اها. لهالدرجه. وهو عقد، يعني براءه اختراع عنده عدد اكثر من دكاتره الجامعه وهو عقد باقي. ياخذ 150. لا ما ياخذ، المحاضر يختلف عن الاجر. نعم. الاجر من 150 فاقل. نعم. واكو حتى 75 و50 الاجور. احنا كمحاضرين حسب الساعات. نعم. يعني احتمال بالشهر ناخذ 10 15 احتمال ما ناخذ اذا ماكو فلوس بهالشكل. واجتي اشهر لنا من 2019 حتى العام 2020 اجتي اشهر ماكو رواتب. نعم. زين غير هذه يعني شلون يعني ذول اساس البلد، ذول اللي يبنون البلد بكافة الاختصاصات، غير مثلا يخصص من وقته وزير التعليم العالي او حتى رئيس الوزراء يلتقي بكم انتم كممثلين 10 20 واحد يلتقي بكم ساعه ساعتين حتى يفتهم قضيتكم، يعني قابل ايش قد يعني راح تنصرف من ميزانيه؟ واليوم النفط رجع ارتفع مره ثانيه، ليش برايك مدى يلتقي بكم رئيس الوزراء او وزير التعليم؟ دكتور نترك الرئيس الوزراء نجي وزير التعليم. وزير التعليم اصلا يعني بالنسبه لي وبالنسبه للزملاء يعني ما يذكرنا اصلا، احتمال اصلا ما يعرفوا بوجودنا صراحه، لانه ما شفنا بلقاء يذكر عقود التعليم نهائيا، ما شفنا مهتم لامرنا. من صار اعتصام ببغداد ما كلف نفسه اصلا يشوف شنو سبب الاعتصام هذا او يلتقي بالمعتصمين، ما صار هذا الشيء. من انغلقه الجامعات ماكو اي رد فعل. نعم. يعني من تكون ماكو اي رد فعل من الوزير، بمعنى احنا اصلا ما لنا وجود بالوزاره، ما مستوى لنا وجود، احنا مهمشين. واحنا حاليا مهمشين يعني بشكل عام، ليش؟ لانه قله يعرفون انه اكو عقود بالتعليم. صراحه قله، ليش انا بالبدايه قلت لك انه احنا مهمشين اعلاميا. نعم. اللي ما لنا وجود كانه. ان شاء الله صوتكم يوصل ويا رب يتحقق حقكم، هذا حقكم. طبعا دكتوره نور كانت معنا من بغداد، طبعا امر محزن انه يوصل العراق الى هذا الامر. الدكتور والاستاذ الجامعي بكافه الاختصاصات يحاضر اما بالمجان او ب يعني راتب قليل جدا ولا يثبت، أضعف الدول من الناحية الاقتصادية ومن الناحية البنيوية عندها التعليم يحتل أولوية، لكن بالعراق مع الأسف ويعني الكثير من التقارير الدولية مثلا جولة التعليم قبل سنتين خرجت التعليم الابتدائي وقبل كان التعليم الجامعي على مستوى الدولي، سمعنا حتى ناس عندهم براءات اختراع، براءات اختراع ولحد الآن ما ماخذ حقه. وعندنا ما شاء الله يقعدون الجماعة بالبرلمان
يقول لك احنا خلونا نغض الطرف عن المزورين من النواب، مزورين الشهادات من النواب يتم غض الطرف عنهم، ونائب ما شاء الله وعده امتيازات كاملة، يصوت على القرارات التي تصب بمصلحة نواب البرلمان بثواني معدودة، ولكن كفاءات العراق مثل ما سمعناهم اليوم يعني مهمشين مع الأسف. طبعا اليوم أكو تقرير ل يعني دراسة أجراها عالم النفس البريطاني ريتشارد لين والبروفيسور الفنلندي تاتو فانهان، شملت 80 بلد. العراق حاز المرتبة الأولى عربيا كأذكى الشعوب، وتلتها الكويت أو تلاه الكويت واليمن في المرتبة الثالثة. ومع الأسف مثل ما شفنا وسمعنا من الدكاترة والأساتذة كيف هو حال الأكاديمي والكفاءة في العراق. إن شاء الله يوصل صوتهم وإن شاء الله يحصلون على حقوقهم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.